احنا هلا بالستان تاع اودي تم اطلاق ثلاث سيارات جديده بالمعرض. اول سياره الاس 3، السياره مزوده بمحرك 2000 سي سي تيربو كواترو دفع رباعي، بتولد قوه 280 حصان. طبعا السياره مزوده بجير استرونيك من 6 سرعات. السياره راح تنباع بالاسواق تاعتنا بشهر 6 2014. سعر السياره الابتدائي 147,000 درهم و500. خلينا ناخذ جوله حوالين السياره بعدين نروح نشوف سياره ار 7. السيارة الثانية هي RS7، طبعا هي 5 أبواب كوبيه. السيارة مزودة بمحرك V8 توين تيربو بولد قوة 560 حصان، نظام كواترو دفع رباعي للسيارة، مزودة بجير تيبترونيك. طبعا السيارة بتتسارع من 0 إلى 100 بـ3 ثواني و9 أجزاء. السيارة راح تتوفر بالأسواق بداية سنة 2014. السعر الابتدائي للسيارة 475,000 درهم. خلينا ناخذ جولة سريعة على السيارة ونروح على السيارة الأخيرة RS6 Avant. سيارة الأودي RS6 Avant عليها محرك 8 سلندر توين تيربو كواترو دفع رباعي جير تيبترونيك. السيارة 560 حصان، تتسرع من 0 ل 100 3 ثواني و9 أجزاء. طبعا السيارة راح تكون موجودة ببداية السنة الجديدة 2014 للبيع بالأسواق. سعرها الابتدائي راح يكون 450,000 درهم. خلينا ناخذ جولة عليها ونشوف السيارة بالتفصيل. احنا هلا بالستاند تاع بي ام دبليو، طبعا الجوهره والايقونه فيه بي ام دبليو اي 8. طبعا بي ام دبليو بتحكي انه سيستم الاي هو عباره عن ثوره مش تطور بعالم السيارات. طبعا السياره بتتميز ببوابها اللي بيفتحوا لفوق، ال اي دي لايت الموجودين بالامام. طبعا السياره مزوده بمحركين، الاول بنزين موجود بالخلف، هو 3 سلندر توين تيربو بولد قوة 231 حصان وعليه جير 6 سرعات اوتوماتيكي. والمحرك الكهربائي موجود بالامام بولد قوة 131 حصان، يعني بالتوتال 362 حصان. السيارة بتتسارع من 0 ل 100 بـ4 ثواني و4 أجزاء، والسرعة القصوى 250 كيلومتر مثبتة الكترونيا. وزن السيارة 1490 كيلو. طبعا بالنسبة للبطاريات اللي بيشحنوا كهرباء موجودين بنص السيارة بين المحرك البنزين والمحرك تاع الكهرباء الموجود بين العجلات الأمامية. طبعا السيارة تحتاج 3 ساعات بحد أقصى لشحن بطاريات السيارة بالكهرباء العادية الموجودة بأي منزل. طبعا بالنسبة للمقصورة هي مصنوعة من قالب مصنوع